ميتاس في وسط الملعب، تمرير كرة إلى سالي، حاول سالي الآن المرور، يكسب خطأ في هذه الأثناء، يكسب خطأ وينفذ الكرة بشكل سريع، المحاولة موجودة لمصلحة القادسية، الهجوم الآن بكرة عرضية تأتي بالراس، أوبو أبناء الخبر يبثون الخبر الأول في هذا اللقاء، ويتقدم كارلوس أندريا براسية والأجمل، براسية والأحلى على طول في شباك مارسيلو جروهي. يلا من كرة عرضية تأتي إلى كارلوس أندريا الذي كان بلا رقابة في اللقطة الماضية، لعب الكرة برأسه، شوف المحاولة، شوف الكرة التي جاءت من السالي، هذه الكرة التي لعبت بشكل سريع، من الذي عرض الكرة؟ حمد اليامي، حمد اليامي عرضية على طول، توغل كالذئب كارلوس أندريا، وضع الكرة في شباك مارسيلو جروهي. 1-0 في المباراة، 1-0 في المباراة لمصلحة القادسية، إذن يتقدم في نتيجة اللقاء. هذه الإعادة للهدف وسجدة الشكر لحارس المرمى فيصل مسرحي، وهنا الفرحة والسعادة للاعب والمهاجم المدغشقري. أكرم 9 صفقات فقط بالصيف استمر عليها، وبعد ذلك جاء ليك جيمس، كرة تصل اتحادية تتخلص الآن وترسل إلى الجانب الأيسر، محاولة قائمة لا تزال في الوقت الأخير من عمر شوط المباراة الأول، محاولة تأتي عرضية الآن من ألكسندر، أوبو على ألكسندر في الاتحاد، شراسة نمر لا بد أن تظهر، ألكسندر يعدل النتيجة، يعدل النتيجة في وقت جميل جدا للاتحادين، شوف العرضية، شوف الكرة، لاحظ الرأسية على طول من ألكسندر بريوفيتش، سجل هدفا، هدف التعادل يأتي الآن من ألكسندر بريوفيتش، و1-1 في المباراة، 1-1 في المباراة، أخذ مكان بشكل سليم ولعب الكرة، لعب الكرة العرضية مهند الشنقيطي لمصلحة الاتحاد. يستعد الآن البرازيلي رومارينيو، يتاهب لتنفيذ الكرة، يلعب كرة على طول، أوبو ما أصعب الأمر، لو كنت وحيدا في وجه نمر، في وجه نمر، جول اتحاد ثاني على طول، زياد الصحفي يزيد النتيجة ويسجل هدفا اتحاديا ثانيا. يا لها من كرة، الكرة العرضية من رومارينيو على طول، شوف الكرة براس على يسار فيصل مسرحي، على يسار فيصل، الكرة إذن تسكن شباك القادسية براسية ولا أجمل، ما أصعب الأمر، لو كنت وحيدا في وجه نمر، النمر يحضر هنا في الدمام ويتقدم في نتيجة اللقاء 2-1 للعميدية التي كانت لعبد العزيز، لمسة ومحاولة، بريو، بريو، أوبو ظهر ألكسندر، عاد ألكسندر، سجل ألكسندر بالثلاثية للنمر الذي يتألق ويبدع فابيو كاريلي في قمة السعادة، في قمة السعادة، ألكسندر بريوفيتش يضع الهدف الثالث، شوف الكرة، لاحظ اللقطة، الله على روما،
الله على العبود، على طول من لمسة واحدة بريوفيتش يسجل الهدف الثالث للعميد، الهدف الثالث للعميد. هذه كراته، هذه لعباته التي عود الاتحادين في وقت مضى والتي كان يلعبها بشكل متقن عندما كان مع باوك اليوناني بريوفيتش. لكن الكرة تتخلص، ترجع الآن اتحادية، لمسة أمامية، الله على الكرة من السعود خضراء، جول! الهاتريك الآن يحضر من بريوفيتش. يغيب بريوفيتش ولكنه يحضر بالهاتريك. 4 اتحادية، 4-1. وشوف السعادة على اللاعب ألكسندر بريوفيتش. يا سلام على العبود سعود عبد الحميد وبريوفيتش، ما صدق خبر، أرسل الكرة على طول على يسار فيصل مسرحي. الهدف الاتحادي الرابع ومهرجان أهداف اتحادي، وبالتالي يبدو بأن الأمور انتهت للنمر الذي لا يرحم في هذا اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. هنا نشاهد مارسيلو كروهي السعيد جدا، وكذلك دكة بدلاء الاتحاد.